أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في لايف جديد على صفحات اليوم السابع. بنتابع مع حضراتكم ردود أفعال طلاب الشهادة الإعدادية على امتحان اليوم. يعني هناك تباين في آراء الطلاب، ولكن معظم الطلاب يؤكدون أن الامتحان كان يعني سهل في مستوى الطالب المتوسط. ودلوقتي هنسمع من الطلاب نفسهم آراءهم. يعني معانا بعض الطلاب، قولوا لنا الامتحان كان سهل ولا صعب النهارده؟ الامتحان كان صعب شويه، في حاجات فيها لفه وكده يعني. يعني مش كان سهل على عكس زمايلك ما كانوا بيقولوا؟ لا يعني شويه فيها لفه. زي ايه مثلا؟ صعبه يعني. لا مش فاكره، نسيت. طيب وانت كان الامتحان بالنسبه لك؟ لا سهل. كان سهل؟ سهل. هو كان طويل شويه ولا كان؟ كان طويل. بس كانت اسئله مباشره. مباشره. تمام، بالتوفيق يا رب ان شاء الله. اعزائي المشاهدين، يعني نتواصل مع حضراتكم لمتابعه امتحانات الشهاده الاعداديه ماده الجبر والإحصاء. اللي معانا برضو بعض الطلاب. ازيكم يا شباب؟ الامتحان كان سهل النهارده ولا صعب؟ كان سهل. كان سهل. انت حليته كله بقى؟ يعني كان كم سؤال تقريبا؟ هو سؤالين بس، كان صعب بس بإذن الله حلنا. يعني يعني الامتحان كان مباشر؟ حلو حلو حلو. تمام، وانت رايك ايه بقى في الامتحان؟ هو كان سهل للجنة اللي اتفتحت، عشان اللجنة اللي اتفتحت كانت كتيره جدا، ما عدا لجنتنا احنا الحمد لله ما اتفتحتش، بس الحمد لله يعني حلينا. هو كان صعب والله، صعب برضه زي لجنتنا احنا برضه. طويل يعني مثلا يعني يا شباب؟ لا كان حلو، احنا برضه لجنتنا اتفتحت وكلنا حلينا مع بعض، كلنا يعني جميعا كده. ماشي، بالتوفيق يا رب. بالتوفيق يا شباب. أعزائي المشاهدين، يعني بنرصد برضو لحضراتكم الطلاب بيخرجوا ورا بعض. امتحان كان سهل ولا صعب؟ لا هو كان نص ونص صراحة. يعني بس هو كان فيه حاجات لفة، يعني حاجات مش زي ايه مثلا اللي كان شبه اللي هو بتاع العلاقة، سؤال العلاقة. تمام، وانت بقى؟ لا الامتحان كان صعب. كان صعب بالنسبة لك؟ كان صعب وكانش مفهوم اصلا، وكان في ناس كتير قوي بتعيط في الامتحان. وكان الامتحان وحش صراحه. احنا شايفين يعني ناس بتقول سهل وناس بتقول صعب. هو كان نص نص. في اسئله لافين فيها عشان، واسئله مكررينها بس بطريقه مختلفه، ما كانش حلو قوي يعني. يلا بالتوفيق والنجاح ان شاء الله. اعزائي المشاهدين، يعني دي كانت ردود من طلاب الشهاده الاعداديه في محافظه اسوان بعد انتهاء امتحان مادتي الجبر والاحصاء وماده التربيه الفنيه. يمكن النهارده اللواء اشرف عطيه محافظ اسوان كان في جوله على المدارس ولمتابعه ورصد امتحانات الشهاده الاعداديه والتاكيد على تطبيق الاجراءات الاحترازيه من الدخول بالكمامات وارتداء الكمامات والتباعد بين الطلاب، بالاضافه الى يعني قياس درجات الحراره والتاكيد على يعني كافه تطبيق الاجراءات الاحترازية ورش المواد المطهرة والكحولية لسلامة أبنائنا الطلاب في المدارس المختلفة. الجولة شملت مدرستي مجدي كامل الإعدادية بمنطقة الخزان غرب والزعيم جمال عبد الناصر الإعدادية بمنطقة سحاري، زي ما قلنا لحضراتكم لمتابعة سير امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية سواء عام أو لغات خاص أو رياضي ودمج، ده للعام الدراسي 2021-2022. وعندنا حوالي في أسوان 28,046 طالب وطالبة من طلاب الشهادة الإعدادية موزعين على حوالي 294 لجنة امتحانية. الجولة لمحافظ أسوان يعني رافقوا
خلالها الأستاذ عبد الكريم لطفي قائم بأعمال مدير مديرية التربية والتعليم. وزي ما قلنا لحضراتكم يعني اطمئن على الإجراءات الاحترازية في اللجان. بشكركم أعزائي المشاهدين على هذه المتابعة لجولتنا لآراء وردود أفعال طلاب الشهادة الإعدادية في أسوان. بشكركم، كنت معكم أنا عبد الله صلاح.